تعز الجرح المفتوح الذي غير المعادلة في السلم والحرب، هذا ما يقوله مراقبون ولا علاقة للأمر بالإسناد المعنوي لمدينة تعالج جروحها بروحها على طريقة كبرياء الطيور التي تسكن أعالي القمم وتكسر انكسارها لتحلق من جديد. المدينة التي كانت عرضة للاجتياح القادم من الكهوف المسلحة إبان الانقلاب الذي عرف بأيلود الأسود، لم تكن تلك اللقمة السائغة لهذا الفك الأسود الذي راهن على زمن محدود ليضع قلب ثورة فبراير تحت إبطه ويمضي صوب الجنوب. كانت تعز الثقب الأسود الذي التهم كتائب الانقلابيين وإمداداتهم وخسر فيها الحوثي معركته رغم الباب المفتوح له والقادمين من الحروب الستة في صعدة وقوات المخلوع التي كانت تدعى قوات النخبة وتم الانفاق عليها من ضرائب الشعب لتقتله. بجهود ذاتية وإسناد من التحالف العربي وقفت المقاومة على أقدامها والتحمت بالجيش الوطني في معركة التحرير التي مضت على خطى النفس الطويل والخبرة المتراكمة لتبدو أكثر جاهزية وأدق تخطيطا، من تحرير جبل صبر وشموخ قلعة القاهرة إلى الجبهة الغربية. استطاع الجيش الوطني والمقاومة في الأيام الأخيرة استعادة روح تعز بتحرير قصر الشعب. لا تخلو معركة التحرير في تعز من حضور حركة التاريخ الحديث، ففي ذات اللحظة التي كانت ساحة الحرية تهتف يا تعز ثوري ثوري نحو القصر الجمهوري، تعرضت الساحة للحريق، غير أن ذاكرة الحرية أعادت تدوين التاريخ بتحرير قصر الشعب في التاريخ ذاته. رمزية تحرير قصر الشعب في ذكرى محرقة ساحة الحرية يعده مراقبون انتصارا لروح تعز التي تعرضت لثورتين مضادتين، ثورة مضادة لسبتمبر وثورة مضادة لفبراير، ولم تسلم تعز أيضا من الثورة المضادة لأكتوبر في الجنوب التي ترى في تعز خصما افتراضيا لها. تمضي تعز بخطى دؤوبة وجريحة نحو التحرير، تلك الخطى التي لا تخلو من مكابدات واقعها في اللحظة اليمنية الراهنة بين مطرقة مسرح الحرب وسندان صراع النخب وبين حضور خطاب الاستعطاف وغياب الجهود الإغاثية.